يقال له إبراهيم. قلت يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قلت أبا إله؟ قلت آه بصعب. قلت هذا يعني بعت ولد كان. قلت هذا دارن، هذا برن صنم بأخلاقية، يعني صنمت وان بأخلاقية أبت جريدادة تتنبيسين بضد ديني. صنم شفي صنمي كسترنين بعضك جريدة بعضك مجلة المملكة ما يدر كفتن، بس هجوم على الله، هجوم عنيف. قاتلهم الله أن يعفكون، قاتلهم الله وقاتل من وراءهم. بخين اقرأوا ماذا يجي، ما هو موجود في صحف اليوم. بريخذني كاتشها يا شنينة. بخين هجومي على الرسول العظم صلى الله عليه وسلم. أبدا منوار بن دابش كذن دابجهنا أرمانجيت خومنا أبنا أرمانج محاربة خده تعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه، فإذا أخذه لم يفلته. يا ظالم يا ظالم يا معتدي، أبت اعتدار سر أعراضي بسلمان أو يدينك إيه روجي ديئتن بلي وعدل ما كد بدل ما بحوافنا بيت أبجارة أبدا دلت ذبنين إطلاقا. طيب إبراهيم قلت ما أنت فعلت هذا بآلهتنا يا نام؟ قال بل فعله كبيرهم. تجي كبير مصيبة أو بلا سبب إفساده. قلت يا صنمي مازن بجا بفردنا بستر صنمي مازن صنمي عرقي وي قماري وي حزيه وي دزيه وي بأخلاقيه دانا مساملي. قلت كي؟ قلت هذي وكري. قلت ما تنظني أبا ناخذ يعني هاش ماني نقول لا بوين شو عبادتي كيف كان هاش هوانا. ساكنة حنكتها شبابا يعني. قلت هين يعني أبا يسألوه. قلت ما هذا لا ينطق. قلت كيف تعبدون من لا ينطق؟ الله يا عقلاء هل قلت عقل دفوهي عنا انكو يخذ ينفض دره دره صنم الدنيا بلجدني ما دار كذب قالي بسلمان. على كل حال قبل صبرنا بختمة تقريبا علي باشا بسلمان شواب اقتداء بيغنبري صلى الله عليه وسلم سيدائك من رحمة أخذي لبتن. قلت إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدينة بيغنبري صلى الله عليه وسلم عند شنوير باشوان بري خبدنا علماء تفكير خود علماء في زماني داد كن. امام مالكي قلت قندور نتخارن ابدا شجارة. قلت يا امام لماذا لا تاكل بطيخ؟ قلت لم يثبت لدي بسند صحيح كيف اكله النبي صلى الله عليه وسلم. يا امام يعني چنك تنظرني كابيغنبري صلى الله عليه وسلم شو خايا شطالي دست چپه و دست راست آن دست خوله دایا کرده وارد که چید بشنه آن همه دایا بلقه. گوت استازم چوا خاریه ایده المادم استازم چوا خاریه اصناخم. یعنی معنا چی گلی بسلمانا؟ والله العظیم و بالله الكریم اوان علمای فی امتی تشتی نخاریه نکریه برخو حتی وانزاری بکا چوا پیغمبری خاریه و چوا پیغمبری کریه برخو. باشه و با منه شرم و عیال مبگهی تا به درجه ورنه جامعه ببینن اهل مبنای ما یعنی از دوام الویرد کم المدرسه ورن ساکنه عجید یا خودی تشتک امتیک یعنی والله العظیم و بالله الكریم حتی مرف نبین مربانا کرد ابا کل هف کتا ابا شکری ها نش دهوکی دهوک معقوله تا والله یا با ابا کتا اسنوبا نابجن يعني والله داد يعني هنده جاتيت نينة كمر فما صور صور كت هذا كتا فلان مالي مالا تاخد يا باك ما اقول يا باب قرآن اوه تظاني هذا اوه اوه دايكوه افصال حاجي بو اوه حاجي بابنا الله ما اقول با تظاني هذا كجبنا مالا دهوكي بابا نوبا نابجن تظاني هذا بالله قلت أبا يوانا باب القرآن يعني حال تبرد شبزة الله أنا من المسؤول إدارات عمادة الطلبة قسم الطلاب قسم البيت قسم الرقابة الله الرقابة الشعبية حيا يا رسول الله
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رفع الحياء حياء نمايا أبدا يعني نظر بشي حتى الشيطان يفصل كتن أبان جلتا الشيطان نظر دي تدامع تلبيتن أزبار كان بجا كوريا صينا الدبيتين تشناكيري بس أزبوان بيشم أويت بسلمان أبان جلتا فروشن سيكي از بجموان بكل صراحة الوجه المبارك بارتوات حراما چنك عبا نشر الفساد والإفساد بين المسلمين. از بوان بجم يجلكت جنكات فروشن الداخلي لا حياة في الدين عبا عرف كان عبا بهوافت كمينة بشاف الظلامة باري هواي حراما يا خداني دكاني او إجارتي حراما او باري حراما او كريت حرامه او فروشت حرامه او تعاملت قلوان كت حرامه حرام حرامه حرام حرام اين المال خدا ابا بث الفساد ابا يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا جاب حرامه دار زمرنا على اي حال. صحابي ثواب وقت رب العالمين قلت يا وان لا حول ولا قوة إلا بالله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبيت وكود تخرج كريل مدرسوي نجامعة سوربون ولا جامعات الشرق ولا الغرب ونجامعة ما أبيت وكو علمنات بخوكرية منهاج سل وان لوان جها خاندي كسر نفسي وما رسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا شواب والله العظيم بالله الكريم جاذبها يعني مثالك بس مثالك يعني مجالنا نافع إيكش علماء التابعيان خديجي راضبة نافع تلميذي عبد الله كري عمري كري خطاب يا الله 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 يا شباب نافع التابعي تلميذ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القريشي ده نافع بيشتن بيشت والله العظيم وبالله الكريم من بيت أساخنا نافع بها الزبرين ماذا أي عم كرينا وأو الكريبون أو بوشي قسني بوشي عم بريغة هشتا أنت ما يا مواصل نافقا ما كات ناقهيني طبعا يعني أقل ما بين أخو خده تعالى ما تشكر ما بين ما وما بين مخلوق خده تعالى دي تشكت أقل شعب درزبت حكام دي درزبن أقل حكام درزبن دي شعب درزبن بلي با يجبني شوي شعوبة إسلامي وحكامة بصلمانة نفس الطينة يعني بيجتن والله هذا نافعه. لو رأيت ابن عمر يعني عبد الله بن عمر لو رأيت ابن عمر وهو يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لقلت إنه مجنون. والله وبالله وتلله صدق من قال إذا ذكر فينا السلف الصالح افتضحنا هكا ماتشو فضحت ماتشو يعني عم بيشين عم بسلمانين بيت والله تا عبد الله بن عمر ديبا وقت الدف دف بينغافيت بيغامبري شو اري بيغامبري صلى الله عليه وسلم كان شوا كريا برخو يعني اري شوا بري شت كري اري بلاف شوا كيش كري اري كيش بري دانا اري شوا شمال يا عباس انا قلت السلام عليكم يا اهل البيت ورحمة الله وبركاته يا مسلمين بيتم بسلمان بن بسلمان راستو درسيب بري خب بخينا قلت والله هكا وديت بعبد الله بن عمر وقتي أوي متابعة في غمد كده بجيب خدي عبد الله يدين بوي عبد الله بن عمر يدين بوي أصابه الجنون يعني هندي متازم قلت جارك نافع بيش أم توين الريكا كي قل بري خديني سأعمل دوار السيارين قل بري دوار وراست يا هيدي دوار خوال قرى بري ودا قبله يا عبد الله تابو شو كرا قلت خدي في غمد ديت صلى الله عليه وسلم ذريه كريها أي بابو ما منا من أبو عبارتي بيت ولا فيه قسوة بس يعني مجبورين هندي جارة يعني الإنسان لا يعني ك
قالت شتي ده هي يعني تلبي قلت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بري روستي ده ورخو خصا بري ريداي بري خوي ده قبلي قلت اما مش بهندي واكز اتباع بيغمبري صلى الله عليه وسلم ما اتباع اتباع بيغمبري دوب شنا بيغمبري طاعة العبادة امانا دي ابا دي بوش على كل حال كوتش مايا موقفك ايش موقفت يعني صور مضيئة لأدب الصحابة صورتك يرون يا أدب الصحابة على كل حال أذبي بجم بلا أذب وجنابي تن جنت بسلمان أذت أذت خدي تعالى حاجتك جناب سلمان قو بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي النساء شقائق الرجال جنك جنك أخشك ظلامنا جني ناكم تر ظلام أبدا أجبلي أذت لكو مؤتمرات النسائية في بكين وألفين في هيئة الأمم المتحدة أذت لكو أبي ما كنت بلا سبب كارثة وبلاء وإنما ولهن مثل الذي عليهن من المعروف يعني حقوق وواجبات متساوية.